في إذا صاحب بيلعب زي ميسي، يعني لو في إمكانيات إنه وصل بيصل برشلونة. لما ألعب بحس بشعور إني بحامل اسم بلدي وبدي أفرح أهلي، في ناس وراي بدها تفرح. محمود مساعيد لاعب في نادي الجفت، في كمية من اللاعبين يعني في 17، يعني بنشكل نادي فريق، بنروح بنشارك في دوريات هواة أو فيش ملعب، فيش مكان تلعب فيه، متوفر مكان بس مش مسموح إنك تسوي ملعب، فيش أي ترخيص لأي بناية، والملعب زيه زي البناية بعتبره. نلعب بمكان يعني مش مؤهل، مش ملعب يعني، بس أرض مستوية يعني، إحنا اخترناك شفنا أصلح إشي في المنطقة وقريب على معسكر جيش، فممنوع إننا نلعب هناك، ولا حدا بيستعملها، أرض فارغة 100%. كنا نلعب، أجي الجيش شو بتسوي هون ولا بتلعبوا هون، روحوا روح، فيش إشي تحس فيه، فيش عندك إشي أصلاً تناقش. بنرجعنا يوميتها على المدرسة نلعب في المنطقة الصغيرة. عدم توفر الملعب بيؤدي لك إنه كل واحد إنه تخلص موهبته خلاص، يعني بتلعب أنت في الحارة وخلاص، فيش أي موهبة، فيش أي احتراف يعني. في ناس موهوبين وبيستحقوا يعني إنهم يشاهدوا في العالم.